مساء الخير على جمهور نادينا الملكي، اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجنا ملوك الصالات، البرنامج اللي بنتابع فيه اخبار العاب البطولات والانجازات، الالعاب اللي ليها رصيد كبير من البطولات والالقاب مش بس على المستوى المحلي لا كمان على المستوى الافريقي والدولي. ولكن في بدايه حلقتنا خلينا نشوف هيكون معانا ايه النهارده. تدريبات قوية لسلة الزمالك استعدادا لمواجهة كيب تاون. اليوم راحة للفرق المشاركة في بطولة افريقيا لأندية السلة. طائرة الزمالك راحة من التدريبات استعدادا لنهائي الدوري. اتحاد الكرة الطائرة يوقف أحمد عزب بسبب أحداث القمة. استعدادا للسوبر المحلي تأهيل مكثف لوسام نوار. منتخب شباب السلاح يحرز ذهبية بطولة العالم بدبي. منتخب كرة اليد الشاطئية يتوج ببطولة إفريقيا ويتأهل لكأس العالم. نوران جوهر تتصدر التصنيف العالمي للسكواش. ومن التقارير منتخب السلاح شباب من ذهب. أما عن بطل قصتنا فهو كابتن نهاد بيرم أسطورة زملكاوية في كرة السلة. قبل ما أروح لتفاصيل حلقتنا النهاردة عايزة أوجه رسالة لجماهير الزمالك إنها تقف كعادتهم بشكل كبير جدا في ظهر الفرق الجماعية. عندنا بطولات مهمة جدا جدا بنلعب فيها، عندك فريق كرة السلة اللي بيلعب في بطولة افريقيا للأندية، يمكن الماتش الأول ما كانش فيه جماهير بالشكل المطلوب وقلنا ماشي علشان ظروف الصيام لأن المباراة كانت الساعة 8، فكان شوية الميعاد صعب إن حد يكون متواجد أو حد يجي أو يكون في كثافة يعني في المدرجات، غير المباراة اللي جاية، المباراة اللي جاية إن شاء الله هتكون الساعة 11 بالليل فالميعاد كويس، فإن شاء الله يكون في حضور جماهيري كبير في مباراة بكرة. كمان الجماهير لازم تدعم اللاعبين، بلاش ننتقد عمال على بطال، يعني خلينا مثلا نتكلم في زي ما قلت لحضراتكم في حلقه امبارح ان الجماهير بعد مباراه الكاس امام سبورتنج لما الزمالك تلقى هزيمه للاسف في نهائي الكاس امام نادي سبورتنج كان في هتافات جميله جدا جدا من جماهير الزمالك اللي كانت متواجده في الملعب، شفنا الناس قاعدين يندهوا على اللعيبه ويقولوا لهم تعالوا وقعدوا يحيوهم ويقولوا لهم عايزين السوبر وخلاص وانتوا ابطال الدوري، وكان في هتافات كتيره جدا جدا جميله ويعني بجد تدعو للتفاؤل وفيها دعم كعاده جماهير الزمالك، احنا محتاجين ده طول الوقت بالمناسبه يعني علشان فرقنا ما يحسوش ان هم في ناس بتنتقدهم، لا ما هو وارد ان انا ابقى بنتقد بس يمكن الوقت دلوقتي الناس كلها في النهائيات، الناس كلها خلاص وصلوا لمرحلة النهائيات في سواء في الطايرة في اليد في السلة كلهم في نهائيات في بطولات إفريقية، يعني عندك اليد خلاص حسم الدوري، الطايرة خلاص رايح يلعب نهائي الدوري وإن شاء الله كمان نهائي الكاس، الباسكت هيرجع من البطولة الإفريقية تصفيات مهمة جدا جدا هيرجع منها على قبل نهائي دوري السوبر أمام الاتحاد السكندري، فأنت عندك يعني بطولات مهمة جدا جدا الفترة اللي جاية، غير كرة اليد، كرة اليد زي ما قلنا عنده السوبر المحلي السوبر الأفريقي بطولة كأس الكؤوس الإفريقية، بطولات أهم بقى من اللي فات، يعني على مستوى التارجت المحلي أعظم حاجة الدوري، هم عملوا كده وخدوا الدوري ما حالفهمش الحظ في الكاس، ولكن عندهم ثلاث بطولات منهم بطولتين قاريتين مهمين جدا جدا زي السوبر الافريقي وكاس والبطوله الافريقيه لكاس الكؤوس، دول مهمين جدا، وطبعا السوبر المصري لو انت خدت السوبر المصري هتبقى بتعوض جماهيرك عن بطوله الكاس اللي راحت، فده اللي احنا محتاجين ان احنا طول الوقت نبقى شايفينه، دعم لفرق الصالات بندعمهم طول الوقت واقفين في ظهرهم، مفيش انتقادات بقى لانه حتى لو في انتقادات اصل هتقول ايه يعني الانتقادات، احنا محتاجين كذا في مركز كذا ومركز كذا، هو تمام اوكي بس خلاص ده في مرحله بقى انتقال المواسم،
هنبدأ نتكلم في ده في مرحلة ان كل الناس خلصوا البطولات بتاعتهم، هنبدأ نتكلم في ده. لكن انا النهاردة لما اتكلم في ده يعني مثلا يعني لما مثلا نبدأ نقول والله ده يحيى الدرع ماشي وحسن قداح السنة اللي وراها وسيف ماشي، احنا محتاجين بقى باك ليفت، فيبعتوا يجيبوا باك ليفت قبل الثلاث بطولات ممكن على سبيل الإعارة، بس يعني بلاش بقى الانتقادات اللي هي عمالة على بطال. احنا دلوقتي مكتملين في اليد، في الطايره خلاص في اتنين محترفين، في الباسكت ما تقدرش تعمل حاجه وما تقدرش تجيب حد دلوقتي، خلاص الناس جابوا محترفين، المتاح بالنسبه لك انك تجيب محترفين في البطوله الافريقيه اللي انت بتلعب فيها، اوريدي ده حاصل، لكن في دوري السوبر لا خلاص انت مستني الموسم ينتهي. بس وجبنا احمد عزب في الباسكت مثلا، الصفقه اللي كانت متاحه ومن حقنا. اللي عايز اقوله ان انت خلاص الفتره اللي جايه لازم تدعم بس، وكل الاجهزه الفنيه بدات بالفعل تتكلم مع لعيبه سواء اجانب محترفين او كمان بيتكلموا مع لعيبه من الدوري المحلي سواء اليد الطايره السله، كل الناس خلاص يعني اوريدي الناس بدات تخطط لده. فخلينا في المرحله اللي احنا فيها اللي هي المرحله الحاسمه، عندك الطايره زي ما قلنا بيحسم الدوري بيحسم الكاس، عندك الباسكت راجع على الدوري ان شاء الله يقدر يحسمه وشغال دلوقتي في تصفيات البطوله الافريقيه للانديه تحت رعايه الام بي اي، الهاندبول كسب الدوري على المستوى المحلي الراجل يعني حقق التارجت الاعظم، ما حلفوش الحظ في الكاس بس لسه عنده ثلاث بطولات تانيين، واحده محليه واثنين قاريين. فده اللي بتكلم فيه، دعم يا جماعه دعم، بلاش انتقادات هدامه ملهاش لازمه في وقت هو ولا هيقدم ولا هياخر. انت النهارده خلاص الدنيا يعني الناس ماشيه في طريقها في نهايه بطولات، يعني في طريقهم انهم يحسموا بطولات ان شاء الله. فواحده واحده على لعبتنا، بلاش ننتقد بلاش الانتقاد الهدام ده يعني. طيب عايزه اتكلم كمان عن منتخب الشباب لسلاح السيف، سيف المبارزه طبعا اللي فاز ببطوله العالم، وده انجاز جديد بيضاف لاتحاد السلاح اللي الحقيقه عامل شغل محترم جدا جدا خلال الفتره اللي فاتت. المنتخبات المصريه يعني قد ايه حصدت كم كبير جدا من الميداليات سواء على المستوى الافريقي او المستوى العالمي. نتمنى ان اتحاد السلاح يبقى اللعيبه بقى اللي عماله تعمل كم الانجازات دي يكونوا نواه للفتره اللي جايه، ابني عليهم، ابدا خطط بقى وابني على الناس دي، علشان احنا لو مشينا صح ان شاء الله السلاح على المستوى اللي هو ماشي فيه والطريق اللي هو ماشي فيه ده ان شاء الله تقدر تحقق ميداليه ذهب في الاولمبياد في يوم من الايام او ميداليه في الاولمبياد. يعني خلينا بس ايه نبقى ماشيين ستيب باي ستيب كده زي ما بيقولوا، واحنا ان شاء الله نقدر نجيب ميداليه في باريس 2024 بالشباب الموجود بالامكانيات اللي موجوده باللعيبه المحترمه اللي موجوده. فلازم تبني على ده وتبدا تشتغل بده وتبدا تقول لا انا عايزه اطلع معسكرات خارجيه، لا انا عايزه اشارك في بطولات اكتر، لا يعني علشان ده مهم جدا. اتحاد السلاح عامل شغل محترم جدا، كمل عليه كمل عليه، لان انت ممكن تبقى بتوفر كل حاجه لكن اللعيبه شويه مش احسن حاجه، لا انت عندك انت ماشي على خطه محترمه وعندك لعيبه هايلين، فنبدا نشتغل على ده خلال الفتره اللي جايه. الواحد يعني في الاولمبياد بنبقى قاعدين بنتنشق على ميداليه، بنبقى مستنيين ميداليه كده، بنبقى رايحين نقول والله احنا احتمال نجيب ثلاثه لا اربعه، لا بتمنى في يوم من الايام نروح الاولمبياد نجيب 10 يعني على قد البعثه. بعثتنا كانت كبيرة المرة اللي فاتت 130 الأساسي و 140 الاحتياطي بالاحتياطي، فعايزين إن احنا نبدأ نشتغل على فكرة إنه لأ أنا عندي خطة واضحة إن أنا رايح، ما تقوليش هجيب ثلاث ميداليات قولي هجيب 10، يعني على قد ما نقدر يا جماعة علشان نبدأ نجيب ميداليات أكبر في الأولمبياد. لازم تحافظ على ولادك اللي هم أوريدي عاملين نتائج محترمة، بس بتمنى إنه يكون في خطة كاملة بقى علشان تحافظ على الولاد دول، علشان بجد يكون ليهم مستقبل كبير ويكون عندنا أبطال كتيرة جدا جدا في كل الألعاب، ما نبقاش رايحين بأكبر بعثة في التاريخ وراجعين مثلا 3-4 ميداليات، لا إن شاء الله يبقوا 10، إن شاء الله نبدأ نبقى مع الكبار، لأن إحنا أوريدي بقينا بنستضيف بطولات وبقينا بنجيب ميداليات ذهب وبرونز وفضة في كل الألعاب، فليه لأ؟ ليه لأ إن إحنا ما نكترش عدد الميداليات في الأولمبياد اللي جاية بإذن الله وكل ما هو قادم يعني على المستوى العالمي بإذن الله. خلينا نروح لتقرير عن السلاح ومنه الفاصل ونرجع لتفاصيل حلقتنا النهاردة، استنونا. استكمالا للتقدم الكبير الذي تشهده لعبة سلاح السيف، استطاع منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة للشباب التتويج بذهبية بطولة العالم للمبارزة
المقامة بمجمع حمدان الرياضي بدبي بالإمارات العربية المتحدة، والتي أسدل الستار على فعاليتها أمس الأحد. منتخب مصر حصل على ذهبية البطولة بعد الفوز على منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 45-40 في المباراة النهائية. بدأ منتخب مصر مشواره في البطولة بالفوز على منتخب ألمانيا في دور الـ32 بنتيجة 45-35، ثم الانتصار على بريطانيا بنتيجة 45-25 في دور الثمن النهائي، قبل أن يتغلب على منتخب كازاخستان بنتيجة 45-39، ثم الفوز على منتخب فرنسا في نصف النهائي بنتيجة 45-35. ميدالية المنتخب الوطني لسيف المبارزة رفعت من رصيد مصر في البطولة، حيث فاز فريق سلاح السيف شباب بالميدالية البرونزية لمنافسات الفرق، كما أحرز محمد ياسين فضية منافسات الفردي لسلاح سيف المبارزة شباب. وضمت قائمة المنتخب المصري كل من محمد السيد ومحمد ياسين ومحمود السيد ومحمد جابر، وشارك في البطولة 43 دولة. ويتصدر منتخب مصر التصنيف الدولي برصيد 336 نقطة، ويأتي منتخب سويسرا في المركز الثاني برصيد 324 نقطة. حصول منتخب الشباب على ذهبية العالم تمنح مصر مستقبلا باهرا في اللعبة وتحقيق الإنجازات للسلاح المصري سواء القارية والعالمية. الفريق الأول لكرة السلة اتدرب خلال الساعات اللي فاتت تدريبات خفيفة بعد الفوز على كوبراسبور في المباراة الافتتاحية لبطولة إفريقيا للأندية، وهيتدرب النهاردة التدريب الأساسي لماتش كيب تاون تايم، يكون في حضور جماهيري مكثف في مباراة يوم الثلاث بإذن الله. لو اتكلمنا إن المباراة يوم السبت كانت الساعة 8 الميعاد، ما كانش أنسب حاجة مع طبعا ظروف رمضان والصيام والوقت بيبقى ضيق جدا جدا ان انت تفطر وبعدين تنزل تروح المباراة، لكن المباراة يوم الثلاث ان شاء الله في أريحية شوية في الوقت. المباراة هتكون الساعة 11. بتمنى من جماهير الزمالك اللي دايما معودانا انها دايما بتعمل يعني صورة مشرفة، واجهة مشرفة دايما لنادي الزمالك مستوى المحلي والإفريقي والدولي، ان هم يكونوا متواجدين وبشدة يعني يوم الثلاث اللي جاي بإذن الله علشان يؤزروا الفريق. خلينا نشوف التقرير ده عن فريق السلة ونرجع نكمل الأخبار. ولسه مكملين من بطولة إفريقيا للأندية، واللي النهاردة كل الأندية المشاركة هتاخد راحة من الماتشات. اتلعبت طبعا الساعات اللي فاتت ماتشين، الأول بين فاب الكاميروني وفوكاج الكونغولي، والماتش التاني كان بيترو دي لواندا الأنغولي مع كيب تاون تايجرز. إن شاء الله الماتشات هترجع بكرة الثلاث بإذن الله مرة تانية. دي يمكن أهم أخبار كرة السلة. خلينا نروح لأبرز أخبار الكرة الطائرة. بداية أخبار الكرة الطايرة من عند الفريق الأول بنادي الزمالك اللي حصل على راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة، وده استعدادا لنهائي الدوري. الجهاز الفني طبعا الفريق بقيادة كابتن أشرف رشاد فضل إن اللاعبين ياخدوا راحة كافية قبل ما يبدأ الاستعداد لنهائي الدوري. زي ما عارفين الفريق هيلعب نهائي الدوري قدام الاتحاد السكندري أيام 16 و17 إبريل الجاري. طبعا المباريات هتكون بنظام best of three، يعني في حالة التعادل هيكون في مباراة ثالثة فاصلة يوم 18 إبريل بإذن الله. إن شاء الله فريقنا يحسم الدوري ويفوز بإذن الله في أول ماتشين وما يتمش اللجوء للمباراة الثالثة، ويبقى موسم استثنائي للفريق يقدر يحقق لقب الدوري والكاس بإذن الله. فريق طبعا اتأهل لنهائي الكاس بعد الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 2-0 في عدد المباريات. نتيجة المباراة الأولى في الأشواط جت كالتالي زي حضراتكم شايفين معانا على الشاشة، 25-15 25-21 25-19، ده بالنسبة للمباراة الأولى. المباراة الثانية كانت نتيجة الأشواط فيها 25-22 25-21 25-13، ودول الماتشين اللي اتلعبوا السبت والحد. أما عن فريق كرة الطائرة شباب نادي الزمالك تحت 19 سنة، اختتم استعداداته امبارح لمواجهة الأهلي النهاردة
في آخر مباريات بطولة الجمهورية، واللي الفائز بيها هيحسم لقب البطولة إن شاء الله يكون الزمالك بإذن الله. فريقنا فاز في أول مباراة على نادي الصيد بنتيجة 3-0 يوم الجمعة، ولعب السبت مع الشمس، وهيلعب النهاردة مع النادي الأهلي. في حالة فوز فريقنا على النادي الأهلي هيتوج بلقب البطولة إن شاء الله. مباراة الزمالك والأهلي هتتلعب الساعة 10:30 مساء يوم الاثنين على صالة استاد القاهرة. كل التوفيق طبعا لشبابنا، شباب الكرة الطايرة بإذن الله، ويقدروا ان هم يحسموا لقب البطولة، طبعا بطولة الجمهورية. اما عن لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكرة الطايرة، اعلنت عن عقوبة لاعب الأهلي احمد سعيد ولاعب الزمالك احمد عزب بسبب السلوك الغير رياضي في مباراة القمة. الزمالك كان فاز على الأهلي بنتيجة 2-1 في عدد المباريات في نص نهائي دوري النخبة، ليتأهل الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري في نهائي البطولة، وهيلعب الأهلي مع طلائع الجيش على المركز الثالث. لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطايرة قررت توقيع غرامة مالية على أحمد سعيد لاعب النادي الأهلي بقيمة 10,000 جنيه، وكمان تغريم لاعب الزمالك أحمد عزب 3,000 جنيه وإيقافه مباراتين. طيب دي يمكن أهم وأبرز أخبار الكرة الطايرة. خلينا نروح لأخبار كرة اليد. بداية أخبار كرة اليد من عند الجهاز الفني الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك بقيادة الإسباني أوليفر روي، اللي بيتابع البرنامج الغذائي للاعبين خلال فترة الراحة السلبية في شهر رمضان طبعا قبل العودة مرة أخرى للتدريبات. كمان الجهاز الطبي وضع برنامج علاجي وتأهيلي مكثف لتجهيز وسام نوار لبطولة كأس السوبر المحلي. طبعا وسام نوار كان غايب عن صفوف الكوماندوز في الفترة الأخيرة في ختام دوري المحترفين وكمان مباريات نصف نهائي ونهائي الكأس بسبب إصابته طبعا في الظهر. اللاعب عمل أشعة في الأيام اللي فاتت وحالته في تحسن كبير، إن شاء الله يقدر يرجع التدريبات في أقرب وقت ويكون جاهز للمشاركة مع الكوماندوز في بطولة السوبر المحلي. فريق اليد هيرجع التدريبات نهاية الأسبوع الحالي استعدادا طبعا لمباراة السوبر المحلي اللي هتبتدي بالنسبة للكوماندوز أيام 26 و27 و28 إبريل الجاري على صالة حسن مصطفى. والبطولة هتتلعب بين أربع فرق في دورة مجمعة واحدة بتضم الزمالك بطل الدوري والأهلي الوصيف، بالإضافة لفريقين هيتأهلوا من مرحلة التصعيد. أما عن فريق مرتبط كرة اليد بنادي الزمالك مواليد 2002 هيرجع للتدريبات النهاردة الاثنين طبعا استعدادا لمباراة فريق الطيران في نص نهائي بطولة كاس مصر مواليد 2002. فريق مرتبط اليد 2002 صعد لنص النهائي بعد الفوز على الشمس في ربع النهائي. إن شاء الله مباراة مرتبط الزمالك مواليد 2002 مع الطيران في نص النهائي هتتلعب يوم الاثنين اللي جاي على صالة الانتاج الحربي. فريق المرتبط طبعا كان فاز يوم السبت على فريق الشمس بنتيجة 35-33 في الجولة الخامسة من المرحلة الثالثة لدوري المرتبط. مجموعة الزمالك بتضم كل من البنك الأهلي وسبورتينج وطلائع الجيش والأهلي والشمس. الجهاز الفني بقيادة كابتن أحمد رمضان هتلر المدير الفني فضل أنه يمنح اللاعبين راحة سلبية امبارح الحد، والفريق هيرجع للتدريبات النهاردة بإذن الله في الصالة المغطاة بالنادي استعدادا لخوض المباريات المقبلة. كل التوفيق ليهم طبعا في كل ما هو قادم. أما عن الفريق الأول لكرة اليد السيدات بنادي الزمالك فبيواصل التدريبات استعدادا لمواجهة فريق سبورتينج في الجولة التاسعة من الدور الثاني للدوري. الجهاز الفني بيحاول خلال الفترة دي انه يجهز اللاعبات المصابات طبعا استعدادا للارتباطات اللي جاية، خاصة ان الفريق بيعاني من غياب عدد كبير من اللاعبات للإصابة للأسف، يعني زي سهيلة خالد عندها كسر في الكوع، تقع علاء بتعاني من إصابة في الغضروف، بالإضافة لياسمين صلاح وحبيبة جلال. طبعا أسماء كلها تقيلة ومؤثرة وبتفرق مع الفريق بشكل كبير جدا. يعني الجهاز الفني بقيادة كابتن عصام سالم المدير الفني وكابتن شريف الشامي المدرب العام اجتمعوا مع اللاعبات في التدريبات وطالبوا منهم التركيز تحقيق الفوز في المباريات اللي جاية.
طبعا كل التوفيق لفريق السيدات وجهازه الفني. بالمناسبه كابتن عصام سالم ده يعني كان مدربي انا كمان، الراجل ده ليه باع كبير جدا وتاريخ طويل جدا مع فرق البنات والسيدات، وبجد يعني مربي اجيال فاضل بالتاكيد، هو كابتن شريف الشامي. بالتاكيد بنتمنى لهم كل التوفيق هم والفريق الاول لكره اليد سيدات في كل ما هو قادم باذن الله. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل نكمل اخبارنا مع حضراتكم، استنوا. بداية أخبارنا من خارج نادي الزمالك مع منتخب مصر لكرة اليد الشاطئية اللي توج ببطولة إفريقيا المقامة في المغرب، وده بعد الفوز على نظيره منتخب المغرب بنتيجة 2-0 في المباراة الثانية من البطولة. وكان منتخب كرة اليد الشاطئية قدر انه يحقق الفوز في المباراة الأولى على المنتخب المغربي بنتيجة 2-0 علشان يقدر يفوز باللقب بعد الانتصار في المواجهتين من أصل 3 مباريات وفقا لنظام البطولة اللي بتتلعب بنظام best of 3. المنتخب الوطني ضمن كمان التأهل لكأس العالم ودورة الألعاب العالمية بأمريكا. منتخب مصر طبعا لكره اليد الشاطئيه بيقوده فنيا كابتن وائل عبد العاطي، واحد من نجوم نادي الزمالك السابقين، والنجوم يعني عنده مسيره تدريبيه محترمه جدا في الدوري المحلي، وحاجه يعني دايما لما بتكلم عنه هو واحد من نجوم سواء على مستوى هو لاعب او على المستوى التدريبي. كمان دكتور علي الشناوي المدير الاداري، وكابتن اسلام صابر مساعد مدرب، وكان واحد من نجوم منتخب الشاطئيه بالمناسبه كابتن اسلام صابر، ولعب في الزمالك فتره ولعيب طبعا كبير جدا جدا وخبره، مواليد 84. ولكن معانا على التليفون دلوقتي من المغرب كابتن وائل عبد العاطي اللي بمسي عليه طبعا مدير الفني المنتخب اليد الشاطئيه، بمسي عليه وبقول له كل سنه وانت طيب ومليون مبروك على الانجاز المحترم اللي انتوا قدرتوا تحققوه يا كابتن وائل، ودايما كده زي ما بيقولوا يعني انت يعني بتعمل دايما انجازات محترمه، ودايما اي مكان بتتواجد فيه بتقدر انك تعمل انجازات كبيره. كل سنه وانت طيبه يا كابتن نيره والشعب المصري كله بخير، والحمد لله ده فضل من ربنا ومجهود الاتحاد ومجهود كل صحيح. الجهاز اللي موجود واللعيبه حقيقي يعني عملوا حاجه كويسه الحمد لله، ان انت تلعبي اول بطوله افريقيا شاطئيه المؤهله لكاس العالم طبعا. في اليونان من الفتره من 14 ل 21/6 القادم، ودوره الالعاب العالميه المؤهله لدوره الالعاب العالميه بامريكا شهر 7 ان شاء الله. طبعا كان اللي مشترك في البطوله كنا احنا وتوجو، والمغرب اعتذرت توجو، فالاتحاد الافريقي قرر ان احنا نلعب بيست اوف 3. بيست اوف 3 هنلعب اول يوم ماتش اللي هو كان النهارده الصبح، لعبنا ماتش الساعه 9 الصبح بالظبط، وبعديه تقريبا بحوالي 4 ساعات لعبنا ماتش الساعه 3. الحمد لله الماتش الاولاني كسبنا 2-0، ما اضطرتوش للجوء لمباراه ثالثه فندم، كسبتوا الماتشين فما اضطرتوش اللجوء لمباراه ثالثه صح كده؟ الحمد لله فضل من ربنا، بس الماتش الثاني كان صعب شويه لان كان عندي اصابه كبيره للعيب عندي. الماتش الاولاني كان في واحد اخذ كارت احمر مباشر فطبعا ما لعبش الماتش الثاني. والماتش الثاني واحنا بنلعب الشوط الاولاني كنا متقدمين، اللعيب اخذ جامب واخذ كره في الهواء، لعبها جاب جون وهو نازل، تقريبا نزل على ازازه، نزل على حاجه غريبه في الارض، فجأة الولد رجليه جايبة دم من كل حتة، فطبعا الملعب وقف واللعيبة كلها تفكيرها راح مع زميلهم، خسرنا الشوط دوت فرق هدف. الشوط الثاني الحمد لله لمينا نفسينا، كسبنا الشوط الثاني فرق 10 أهداف، لجأنا لضربات الترجيح الحمد لله كسبنا 7-4 صحيح، والحمد لله كسبنا بنتيجة الماتشين، فكده تأهلنا مباشرة بدون اللجوء للمباراة الثالثة اللي هي كانت المفروض بكرة الصبح. كابتن وائل يمكن انا وضحت الكلام ده في حلقه امبارح، ان كره اليد الشاطئيه يمكن للي مش عارفها او مش متابعها هي اصعب بكتير من كره اليد على الصالات او على الملاعب الصلبه، لان انتوا تقريبا ما عندكوش انكم تعملوا درابل، يعني ما عندكوش فكره الدرابل صح كده؟ لا انا ممكن اصحح الفكره دي، هي الصعوبه فيها ان هي كلها مهارات. لا الرمل نفسه صعب، الجري عليه صعب بالزبط. مش اسهل حاجه بالظبط، لك ان تتخيلي ان اللعيب بيتمرن في اليوم 4 ساعات في الرمله، ساعتين الصبح وساعتين بالليل عشان المباراه، جري على الرمله ده مرهق ومتعب جدا بالزبط. يعني بالظبط وبعدين يجي يلعب المباراه من شوطين، الشوط 10 دقائق، فتخيل السرعه والحمل اللي بيبقى على الولاد. مفيش درابل يا كابتن صح؟
افندم؟ مفيش دريبل، مفيش دريبل. لا هو الدريبل بس بتبقى طريقه مختلفه عن الصالات. الدريبل ان انت بتسيبي الكوره من ايدك على الرمل، يعني تنزل خالص على الرمل من غير ما تعملي بوشنج، من غير ما تزقيها. تسيبيها بس كده وبعدين تمسكيها. طبعا اللحظه دي ممكن تسيبيها تلاقي لعيب تاني طاير واخد الكوره او زيقها، طبيعي دي الصعوبه بتاعتها. ايوه طبعا صعبه جدا، يعني الناس اللي هي مش بتعملها لعبه صعبه جدا جدا، وانتوا عاملين انجاز محترم وبجد يعني يا كابتن وائل والله ده لله. انجاز احنا بنتشرف بيه، اتكلمنا عنه من امبارح. ربنا يخليكي ويبارك فيكي. ودايما انت في اي مكان بصراحه بتبقى متواجد فيه انت وكل الاسماء اللي معاك في الجهاز الفني وكل اللعيبه اللي متواجدين، والله اي مكان تبقوا متواجدين فيه بيبقى مكان للبطولات او مكان للانجازات او مكان لمستوى محترم حقيقي. يعني لازم اديك حقك في الجزئيه دي سواء مع المنتخبات او الانديه. اخرهم نادي الزهور الموسم اللي فات حاجه كانت محترمه جدا، يعني اداء ولا اروع يعني. الله يعزك ويبارك فيك. بس انا عايز اقول لك حاجه. طيب. هو طبعا في الاول وفي الاخر بيبقى كرم من ربنا ومجهود اتبذل واللعيبه قايمين بدور كويس جدا. وكانت النقطه الصعوبه اللي كانت عندنا ان احنا ما كناش مشتركين في اي بطولات من 2016. اول بطوله لعبناها كانت بطوله البحر المتوسط في اليونان 2019. وتقريبا احنا مجددين الفرقه، ما فيش الا ثلاث لعيبه بس هم القدام او اللي هم لعبوا كاسات عالم قبل كده. مع ان احنا كنا بنشارك طول الوقت، يعني كنا بنشارك في اللعبه دي طول الوقت. يمكن كان واحد من نجومها واحد معاك في الجهاز الفني اسلام صابر، كنا بنشارك في كل البطولات. طبعا كابتن فجأة بالظبط، وحضرتك يا كابتن وائل من قبليه. فالفكره ان احنا قعدنا فتره فعلا ما بنشاركش، كان ايه السبب؟ طيب هقول لحضرتك، احنا كان عندنا اول كاس عالم كان 2004 وكنت انا كابتن الفريق، والحمد لله حصلنا على كاس العالم في الغردقه طبعاً، او في الجونه طبعا فاكراه. وبعديها اخذنا رابع عالم في البرازيل، وبعدين اخذنا رابع عالم في اسبانيا، وبعدين كنت مدير فني 2010 مع المنتخب واخذنا رابع عالم برضو في تركيا. من بعديها وكان كابتن علي الشناوي كان يرأس الجهاز، او كنت انا مسافر بره مصر، فكان كابتن علي الشناوي هو اللي يرأس الجهاز. 2012 كنا في سلطنه عمان واخدوا المركز السادس. ومن بعديها طبعا كانت اللعيبه ابتدت تكبر وما كانش في تجديد، فابتدى العمليه تقل شويه لغايه ما وصلنا ل 2016. دي كانت اخر مشاركه. شاركنا 2019 في البحر المتوسط بنفس الفرقة القديمة، حققنا رابع البحر المتوسط بعد ثلاث سنين بدون أي نشاط تماما. طبعا من 2019 الظروف اللي حصلت في العالم كله، حاولنا ان احنا نلم الدنيا، لكن لا كان خلاص اللعيبة كبرت فلازم يحصل موضوع تغيير وتجديد دماء. اللعبة دي عايزة ممارسة. ايوه لسه عايزة اقول لك، انت لما بتيجي تختار المنتخب، يعني انا لما كنت بقول القايمة امبارح واخدة بالي انك بتاخد ناس عندهم شوية سرعة، ناس عندهم مهارات مختلفة. يعني انا خدت بالي من الاسماء اللي انا قلتها في القايمة امبارح انه مثلا ناس بيبقوا سرعة شوية، اللي هو بنقول عليهم في الهاندبول يعني، او في هاندبول الصالات بنقول عليهم يعني بلغة الرياضة كده فراقين، يعني بيفرقوا كتير. بالظبط. فانا عايزة اعرف انت ايه مقومات اللاعب اللي بتختاروا لكرة اليد الشاطئية، لأنه أكيد ليه مقومات مختلفة. هقول لك عندنا نموذجين. النموذج اللي أنت قلتي عليه اللي هو اللعيب الفراق، أو اللي هو أنا ما بلتزمش معاه بطول، ده اللي بيبقى لعيب مهاري جدا وسريع، عنده لازم يكون يلتزم أو يتميز بأن هو مهاراته عالية ويقدر يجيد اللي هي اللي إحنا بنقول عليها اللفة دي، أو اللي هي اللي بيلف في الهواء. لما اللعيب يلف 360 درجة يبقى وشه موجه للجون ويلف لفه كامله ويصوب وهو في الهواء، لازم يبقى عنده مرونه غير طبيعيه. يعني بالظبط، مرونه ورشاقه وقوه بدنيه عاليه. صحيح. ده القنف الاولاني او الاختيار الاولاني. الاختيار الثاني اللي هي الاطوال العاليه اللي هي فوق الاثنين متر، ودول بيحتاجهم في الدفاع وجزء منهم في الهجوم. على المستوى المحلي بتحتاج، او المستوى الافريقي بتحتاج اللي هو الفراكين قوي، والدفاع اللي هو واقف. تمام. لكن على المستوى العالمي بتحتاج ان الاثنين بقى تبقى في مزيج من ده ودوت، تاخدي كوره في الهواء، لان اللي هي احنا بنقول عليها كلاوس، اللي هو الكوره بتتلعب في الهواء، اللعيب يستلمها في الهواء ويصوب في الهواء، دي تحسب باثنين. بنعملها في الصالات على فكره، ان هو بيبقى كوره طايره كده، هو بيبقى هو طاير او اللعيب طاير في الهواء، هو بيقولوا بيعلق له الكوره. تخيلي بقى ان الماتش كله ما بين اللف 360 درجه او تستلم الكوره في الهواء وتصوب. تمام. وفي حاله الدفاع مفيش اي احتكاك غير الصالات تماما. يعني طبعا هي صعبه جدا، مش سهله.
ده مش موجود في الشاطئيه. الشاطئيه اي لمسه زي الباسكت كده، اي لمسه استبعاد، وليك الاستبعاد دي مرتين، مره اولانيه، الثانيه تاخدي كارت احمر. اوكي. لا صعبه، هي صعبه يعني الرولز بتاعتها فيها صعوبه كبيره جدا، ولازم التدريب عليها فترات طويله يا كابتن وائل. يعني لو حد مثلا هيشارك يعني اول مره في المنتخب، انت لقيت فيه المقاومات، هو مش فجاه هينزل يلعب مباراه، لا الموضوع صعب. حتى لو هو لعيب هايل في الهاندبول الصالات، جبنا حوالي 15 او 20 لاعب من الدوري المصري، في منهم اللي بينجح ان هو يستوعب المهارات ويستوعب اللعب على الرمله، وفي منهم اللي بيبقى صعب عليه الموضوع، والواحد وهو بيختار اللعيب بتحاول بتامل من ربنا في مواصفات بتختارها، لكن ممكن يجيب معاك وممكن ما يجيبش. لكن هو ربنا سبحانه وتعالى رزقنا ان الاولاد اللي جبناهم الفتره ديت ولاد سنهم صغير، مواليد 2000 او 2001، لسه بقى العمر طويل قدامهم ان شاء الله، يعني 10 15 سنه. فبتعلميهم الاولاد اكتسبوا المهاره سريعا. وهي بتتلعب لحد سن كبير يا كابتن؟ عندي مثلا كابتن الفريق اللي هو بندقية، لاعب الاولمبي الاسكندري، لعيب مهاري كويس جدا، ده مواليد 84، نفس السن بتاع اسلام صابر اللي هو مساعد المدرب او المدرب العام. بالظبط اسلام كان كابتن الفرقه في البطوله بتاعت 2019. فاسلام لما بطل وبقى معايا مساعد في الشاطئيه، ما شاء الله، عايز اقول لك ان هو عامل اضافه كبيره جدا. طب لغه التواصل ما بين اللعيبه، هو كان منهم، هو كابتن الفرقه، ففاهم دي مسهله الامور كتير جدا عليا وعلى الفرقه. طيب محتاجين ايه الفتره اللي جايه؟ علشان طبعا كل البطولات اللي احنا هندخل عليها، سواء بطوله العالم او بطوله الالعاب العالميه، يعني محتاجين ايه الفتره اللي جايه علشان يعني يتم تاهيل الفريق بصوره احسن او بصوره اقوى للبطولتين؟ والله احنا قعدنا مع الكابتن ايمن صلاح المشرف على المنتخبات القوميه، وكان الكلام ان احنا نعدي بطوله افريقيا، وبعد كده في برنامج محترم ان شاء الله ممكن يبقى في دور او دورتين قبل كاس العالم في اليونان، ان شاء الله نحاول نشترك فيهم ان شاء الله، بحيث ان احنا نكتب اللعيبه المهارات اللازمه او الخبرات اللازمه لبطوله عالم. ان شاء الله باذن الله نخش بطوله العالم بشكل كويس. بعديها مش هنكمل اسبوعين، يعني هنكون في اليونان بطوله العالم، هنرجع من اليونان ممكن نقعد 3 4 ايام في مصر. وميعاد البطولتين امتى يا كابتن؟ البطوله بتاعت اليونان من 14 ل 21 6 في كاس العالم في اليونان. دوره الالعاب العالميه في امريكا هتكون من 7 ل 17 7، يعني بعديها تقريبا باسبوع او ب 10 ايام، حاجه بسيطه جدا. تمام. طبعا انت محتاجه ان انت بتجهزي الفرقه للبطولتين، بطوله وازاي تعملي ريكفري بعديها عشان تخش على البطوله الثانيه، تعدي نفسك ان انت تروحي بطوله الالعاب العالميه. صحيح. او دوره الالعاب العالميه. صحيح. كابتن وائل قول لي الاجواء الرمضانيه عامله ازاي في المغرب؟ عايز اقول لك، لا هو رمضان عندنا في مصر بس. ايوه صح. اي حته في العالم رمضان في مصر. صحيح. كنت معايا انت السنه اللي فاتت في لقاء خاص، وقلت لي انك برغم انك لفيت العالم كله، لكن ما بتشوفش ان رمضان يعني او حلاوه رمضان غير في مصر. حلاوه رمضان في مصر واهلها. وده على فكره مش عشان احنا بس مصريين، ده يعني ده الناس العرب كمان بيجوا لنا من بره، مش عشان احنا مصريين بنقول كده، لا احنا عندنا اجواء غير مختلفه. حقيقي. لا كلامك مظبوط 100%. عايز اقول لك ان يعني احنا موجودين الامور عاديه زي الايام العاديه خالص. يعني لو ان احنا بس بنصوم هي العمليه، ما كنتش تعرف ان في رمضان. لكن احنا عندنا جو رمضان، انت بتحس برمضان قبلها بشهرين في مصر. طبعا. وبتتعايشي معاه. طبعا. كل سنه وحضرتك طيبه. وانت بالف خير يا كابتن وائل، والف مليون مبروك، ودايما دايما متجمعين على الانتصارات انت وفريقك وجهازك الفني المحترم، وان شاء الله اول ما ترجع بقى تبقى معانا في حلقه علشان يعني نبارك لك كده ونتكلم عن البطوله باستفاضه. يعني شرفني يا كابتن نيره. واشكرك يا كابتن وائل، الف مليون مبروك، دايما دايما في تالق ونجاح ان شاء الله. طيب خلينا نروح لمنتخب مصر لسلاح سيف المبارزه الشباب، واللي حقق الميداليه الذهبيه في بطوله العالم للمبارزه اللي اختتمت طبعا امس بمجمع حمدان الرياضي بدبي بالامارات العربيه المتحده. منتخب مصر فاز في النهائي امام منتخب الولايات المتحده بنتيجه 45-40، وده انجاز محترم جدا على فكره. يعني منتخبنا طبعا كان استهل مشواره في البطوله بالفوز على منتخب المانيا في دور ال 32 بنتيجه 45-35.
ثم الفوز على بريطانيا بنتيجة 45-25 في دور الثمانية، وبعدها الفوز على منتخب كازاخستان بنتيجة 45-39 في ربع النهائي، وده قبل ما يفوز على منتخب فرنسا في نص النهائي بنتيجة 45-35. بتضم قائمة طبعا منتخبنا كل من محمد السيد، محمد ياسين، محمود السيد ومحمد جابر. طبعا شايفين فرحة ولادنا زي ما شايفين معانا على الشاشة كده، حاجة عظيمة جدا. السلاح بيعمل إنجازات محترمة جدا، زيه زي ألعاب كتيرة في الفترة الأخيرة عاملين إنجازات محترمة جدا جدا بالتأكيد. زي ما عارفين منتخبنا بيتصدر التصنيف الدولي برصيد 336 نقطة، متفوقا على منتخب سويسرا صاحب المركز الثاني برصيد 324 نقطة، أما منتخب أمريكا فصاحب المركز الثالث برصيد 240 نقطة. كل التوفيق ليهم، ودايما بقول ان لما بيكون عندك نواة زي دي لازم تبني عليها، لازم تستغل ده كويس قوي قوي قوي، عشان لما نيجي نروح اولمبياد يبقى عندنا، ما بقاش انا متصدر التصنيف دلوقتي واجي اروح اولمبياد فانا ما اهلتش كويس، ما عملتش اعداد كويس للعيبة دي، فلاقي نفسي في الاولمبياد عندي مشكلة. طب انا زي كنت من كام شهر ولا من سنة وشوية متصدر التصنيف، والنهاردة انا مش عارف اخد ميدالية اولمبية. فده مهم جدا جدا، يعني دايما لما بتبقى في صدارة التصنيف العالمي او عامل انجاز محترم في لعبتك، ده بيكون سلاح ذو حدين على المنتخب وعلى الاتحاد وعلى الجهاز الفني. ليه؟ لان انا النهاردة انت متصدر التصنيف العالمي، طيب انت بتعلي بقى سقف طموحات الناس معاك، وقتها الناس هتبقى عايزاك تجيب، لا ما انا مش عايزك بس تبقى متصدر التصنيف العالمي وتروح الاولمبياد ما تعملش حاجة. فده زي ما بيبقى انجاز الناس عماله بتفتخر بيه، واحنا بنفتخر بيكم وبنقعد نتكلم عن اخباركم وقد ايه الانجاز محترم وكبير، لا ده كمان بيحط على كتفكم مسؤوليه كبيره جدا جدا جدا. وهو انا التارجت الاعظم بالنسبه لي في اي رياضه هي الميداليه الاولمبيه، فانا ببقى مستني منك بالتاكيد ميداليه اولمبيه. طيب نروح للاتحاد الدولي للسكواش اللي اعلن النهارده عن التصنيف العالمي للمحترفين السيدات عن شهر ابريل، واللي تصدرته نوران جوهر لاعبه منتخب مصر باجمالي 21190 نقطه. نوران جوهر استعادت صداره التصنيف العالمي للسكواش مره تانية بعد نجاحها في التتويج بلقب 4 بطولات بي اس اي بلاتينيه على التوالي، علشان ترفع اجمالي عدد البطولات اللي فازت بيها ل 16 لقب من اجمالي 27 نهائي وصلت له. التصنيف كمان شهد احتفاظ هانيا الحمامي بالمركز الثالث وتقدم روان العربي للمركز الثامن. طبعا كل التوفيق لابطالنا ابطال السكواش اللي بنتمنى نشوفهم في الاولمبياد في يوم من الايام وتكون السكواش لعبه اولمبيه. اما عن محمد عبد المقصود رئيس الاتحاد المصري لرفع الاثقال مع حفظ الالقاب للجميع، قرر خوض انتخابات الاتحاد العربي اللي جاي على منصب النائب، واللي مقرر اقامتها على هامش البطوله العربيه في البحرين في شهر يوليو المقبل. اتحاد رفع الاثقال بيستعد حاليا للمشاركه في بطوله العالم للناشئين والناشئات في اليونان، واللي هتتلعب في شهر مايو اللي جاي، وكمان بطوله العالم للشباب اللي هتتلعب في المكسيك في شهر يونيو. اتحاد رفع الاثقال قرر تعيين محمد ايمن فؤاد نائب رئيس الاتحاد رئيسا لبعثة مصر في بطولة العالم للناشئين باليونان. منتخب ناشئات طبعا رفع الأثقال بيتواجد حاليا في معسكر بمدينة بورسعيد، وبعدها هيعمل معسكر تدريبي في المركز الأولمبي بالمعادي قبل السفر بإذن الله. أما عن الاتحاد المصري للكاراتيه، فقرر تنظيم بطولة لذوي القدرات الخاصة بمنافسات الكاتا فردي بصالة استاد القاهرة على مدار يومين من 19 ولحد 20 ابريل. طبعا بعثة منتخب الكاراتيه بتستعد للسفر لقبرص يوم 26 ابريل الجاري باذن الله، علشان تشارك في منافسات بطولة البحر المتوسط اللي هتقام في تركيا بمشاركة منتخبات الشباب والناشئين بنات واولاد. اتحاد الكاراتيه كان عمل تجارب وتصفيات للاعبي المنتخب علشان يختار القايمة اللي مقرر طبعا مشاركتها في البطولة، بالاضافة لقايمة المنتخب في بطولة العالم اللي هتتلعب في تركيا في أكتوبر المقبل بإذن الله. كل التوفيق لكل اتحاداتنا ولكل الألعاب، الناس اللي مقبلة على بطولات إفريقية والناس اللي مقبلة على بطولات دولية، بنتمنى لهم كل التوفيق في كل ما هو قادم. احنا كل ده بيفرق معانا بشكل كبير جدا، كل ميدالية بتتحقق، كل بطولة بتتحقق، ده مش بيضاف لرصيد اللعبة بس ولا لرصيد اللعيبة بس، لا بيضاف كمان
ليه رصيد الرياضة المصرية بيفرق معانا، بنبدأ نحس إن إحنا في باريس 2024 عندنا أمل كبير، عندنا بعثة كبيرة رايحة، عندنا بعثة تقدر إنها تجيب أكبر عدد ميداليات على مر التاريخ، بيفرق معانا بشكل كبير جدا جدا. ودايما بقول كل شكر للقيادة السياسية لاهتمامها بالرياضة، ولأنه أنا دايما بقول لما تعرف أي دولة عايز تعرف هي متقدمة إزاي، من ضمن الحاجات اللي لازم تبص عليها علشان تعرف الدولة دي متقدمة إزاي، لازم تبص على الرياضة، معاملتهم للمرأة، معاملتهم ل... 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 لكل حاجة ليها علاقة طبعا في مختلف المجالات، ولكن بالنسبة لمجالنا هنا أنا بتكلم عن الرياضة والمرأة، دول بيفرقوا بشكل كبير جدا، والمرأة كمان ودورها في الرياضة اللي كبير جدا، سواء ككادر إداري، كمديرين فنيين، كلعيبة، ككل حاجة. حقيقي ده مهم جدا جدا. كل التوفيق لكل الاتحادات بإذن الله في كل ما هو قادم على كل المستويات القارية والدولية بإذن الله. بعد ما خلصت أخبارنا عايز أقول كالعادة إنه الكل قصة بطل والكل بطل حكاية، وبطل قصتنا النهاردة كابتن نهاد بيرم نجم الزمالك السابق لكرة السلة. كرة السلة في نادي الزمالك على مدار التاريخ كانت وما زالت ضيف دايم على منصات التتويج المحلية والأفريقية، وكمان وصلت للعالمية، علشان كده نادي الزمالك هو ملك لعبة العمالقة بالألقاب والبطولات والإنجازات اللي كتبها أساطير النادي على مر العصور، وبقى هتاف صباح الخير صباح النصر، إحنا ملوك السلة في مصر، ماركة مسجلة باسم نادي الزمالك. الكابتن نهاد بيرم واحد من نجوم وأساطير كرة السلة الزملكاوية في السبعينات والثمانينات اللي استحق ان يكون بطل قصتنا في ملوك الصلاة. نهاد بيرم اللي اتولد في يناير سنة 1957 وابتدى مشواره مع كرة السلة من نادي النصر، وظهرت موهبته بسرعة علشان ينضم لنادي الزمالك سنة 1973، ولعب مع فريق الشباب بالقلعة البيضاء 3 سنين تحت قيادة الأسطورة كابتن عادل عبد الفتاح، وفي سنة 1977 اتصعد للفريق الأول ويحط رجله على أول درجات سلم المجد وسط عظماء لعبة العمالقة. طوال 10 سنين لعبها نهاد بيرم مع الفريق الأول لعمالقة السلة في قلعة 100 عقبة، كان واحد من نجوم الفريق اللي كان وقتها بيضم أساطير كرة السلة الزملكاوية والمصرية زي أحمد مرعي وطارق سليم وفتحي كامل وسيد أبو الدهب وغيرهم من عمالقة اللعبة اللي سيطروا على البطولات والألقاب ووصلوا للعالمية. بطل قصتنا كان العقل المدبر لفرسان 100 عقبة وملك في الفاست بريك، ونجم كمان في الثلاثيات والرميات الحرة نهاد بيرم. حقق مع كرة السلة الزملكاوية عدد كبير من البطولات، منها 7 ألقاب للدوري و6 كأس مصر، ده غير بطولات الجمهورية والمشاركة في بطولة أوروبا والبطولات العربية والإفريقية. علشان كده هتاف صباح الخير صباح النصر، إحنا ملوك السلة في مصر، بقى ماركة مسجلة باسم فريق كرة السلة الزملكاوية على مر العصور. وبعد مشوار طويل قرر نهاد بيرم الاعتزال سنة 1988 بعد 13 سنة بالتيشيرت الأبيض، واتجه بعدها للتدريب وقاد عدد كبير من الأندية زي الصيد والشمس وهيليو ليدو وغيرها من الأندية اللي دربها. نهاد بيرم هيفضل واحد من نجوم وأساطير كرة السلة الزملكاوية وبطل من أبطال ألعاب الصالات في قلعة البطولات. أبطالنا وأساطيرنا يعني كتير جدا 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 اللي بنفتخر بيهم واللي أفنوا حياتهم سواء وهم لاعبين أو وهم مديرين فنيين، قدروا أن هم يفنوا حياتهم داخل نادي الزمالك وبجد يعملوا إنجازات محترمة جدا، وعايزين حلقات كتيرة قوي قوي علشان نقدر نديهم حقهم ونقول لهم أن احنا فاكرين تعبكم وفاكرين مجهودكم اللي انتوا اديتوه علشان خاطر تيشيرت نادي الزمالك. ولما بنجيب يعني أبطال لقصصنا كل يوم في حلقتنا بنبقى بجد عايزين نوري ولادنا اللي لسه طالعين ولادنا اللي لسه بيلعبوا دلوقتي قد إيه إن التاريخ بيفضل فاكر كل واحد قدر يعمل ولو حاجة بسيطة جدا جدا علشان خاطر نادي الزمالك.
كده تكون خلصت حلقتنا. استنونا بكرة في حلقة جديدة من ملوك الصلاة، وكل التوفيق لكل ما هو زملكاوي في كل ما هو قادم بالتأكيد. أشوفكم وحلقة جديدة بكرة من ملوك الصلاة. سلام عليكم.